طلاب من الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله تكونوا بخير وصحة وعافية. المحاورة السابقة أخذنا موضوع اللي هو الستيبر موتور. الستيبر موتور قلنا إنه محرك خطوي، أو إن سميناه إلكتروميكانيكال ديفايسز، يحولنا البلس الكهربائي أو إلكتريكال بلس إلى ديسكريت ميكانيكال موفمنت، واللي هي سميناها ستيبس أو ستيب. يعني عندي محرك تركيبه روتر وستيرر كأي نوع من أنواع المحركات، شرحنا إنه تفاصيله. عندما أنطي للستيتر في مجموعة من الملفات، أنطي بلس واحدة من الملفات أو أنطي تيار كهربائي أو مصدر أحد الملفات، راح يتحرك لحركة ميكانيكية واحدة نسميها ستيبس. وهذه الستيبس بها سرعة معينة، وبها الستيب ممكن الزاوية مالتها 10 ديجري، 30 ديجري، 90 ديجري، وهكذا. مجموع الديجري اللي هي يعني، أو اللي نقدر نقول number of steps أو resolution، يعني الدقة مالتها، أو كم steps دورة كاملة. هاي هم ايضا راح ناخذ تفاصيلها. يعني انه انا عندي 360 درجه يلا يدور محرك، يلا ينطيني اوميجا واحده، فراح يدور اكثر من، يعني يدور بزاويه 10 10 او 90 90 او 60 60 حسب الزاويه، لان يوصل لاوميجا واحده. احنا نحتاج التطبيقات تحتاج زوايا معينه، لذلك انه راح نستخدم، ممكن يدور بصوره مستمره او بصوره متقطعه حسب عدد اللي هو الفريكونسي مال الستيبس وعدد الستيب اللي راح نعطيها. فراح نجي ناخذ، اخذنا تفاصيله، اخذنا عندنا قلنا نوعين اللي هو الفاريبل ريلكتنس، اخذنا الابلكيشنز الادفانتج ديس ادفانتج، وقلنا عندنا نوعين او ثلاثه انواع، يعني نوع رئيسي الثالث هو الهايبر، يكون بين النوعين. النوع الاول اللي هو الفاريبل ريلكتنس، اخذنا النوع اللي هو سنجل ستاك، راح ناخذ الملتي ستاك، بعدها ناخذ بيرمنت ماجنت، وايضا الهايبرد موتورز. الفاريبل ريلكتنس قلنا انه عباره عن، يكون الستيتر ملفات، يكون انه ملفات واللي هي يصنع انه من سنجل ستاك اوف ستيل لامينيشنز، اللي هي من الستيل، يكون معزوله اللامينيشن مالت الحديد الصفائح مالته، ويكون يحتوي على بولز، والبولز تكون بها يعني ملفوفه حولها ملفات نسميها اللي هو الستيتر وايندنج، وهذا والبولز نسميها الستيتر بولز. الروتر يصنع من ستاك اوف ستيل، يعني مجموعه من الستيل لامينيشن معزوله بدون اي ملفات، يعني كانما قطعه حديد، مع انه تكون او يصنع من مواد ذات قابليه توصيل جيده. وهنا أنا قلنا راح يعتمد مبدا العمل كانما مغناطيس، انه عندي الستيتر، عندي ملفات، هذه ملفات هاب الستيتر اللي هو البولز مال الستيتر، هابي واحد هاي نسميه 3 بول او 6 بول، يعني 6 فيز. هنا عندي 6 بول ستيتر و 4 بول روتر، فهنا عندي ملفات حول البولز مال الستيتر. من امر تيار كهربائي بالملف هذا راح يصير كانما مغناطيس، دخول التيار ان خروج تيار اس، فهذا راح يعطينا مغناطيس، وهنا قطعه حديد، فالقطعه الحديد راح تنجذب المغناطيس. فهسه هذه نجيبها بهالطريقه، هذه نعطيت تحيز، هنا هذه نعطيت تحيز اللي بهذه، رقم 2 راح نجيبها بالتلافه، ورقم 4 ل6 وهكذا. هذا مبدا عمل احنا شرحنا، قلنا انه بي عندنا برنسبل اوف اوبريشن، عندنا اكثر من اوبريشن اللي هو الفول ستيب او ون فيز، يعني كل لحظه اشتغل فيها، عندي هذا المحرك، هاي الفيز مال المحرك، 1 2 3، عندي 3 سويتشات، مرة أنطي الفيز A و A داش، مرة البي و البي داش، مرة السي و السي داش، هذا نسميه يعني ون فيز، يعني كل لحظة أشغل فيز واحد. ولاحظوا قلنا إنه أخذنا حسب قلنا التركيب، هذا يكون عندنا قلنا إنه 3 فيز 6 بول الستيتر 4 بول الروتر، ونطي كل لحظة إنه مرة فيز A ومرة فيز B، ونشوف الزاوية. هاي نسمي، ممكن تتغير هذه اذا تغيرت عدد نسميه السلوتس او عدد البولز، اذا تغيرت زاد عدد، كل ما يزيد العدد كل ما تقل الزاويه. هذا بالنسبه للفول ستيب. قلنا الهالف ستيب مره اشغل فيز واحد ومره اشغل فيزين، مره اشغل فيز وهكذا. شرحنا ايضا، وهذا النوع اخذناه
اخذنا انه هو عندي محركين، مره محرك اللي هو عندي 4 فولت للستيتر و 2 فولت للروتر، 2 فولت للروتر او نسمي 4 فيز. واخذنا النوع الاخر اللي هو نفس هذا، قلنا انه لحظه اشغل فقط فيز واحد، بعدها اشغل فيزين 2 فيز، بعدها اشغل فيز واحد، وهكذا شرحنا الحالات مالته. واخذنا النوع الاول ايضا وطبقنا عليه حاله الهالف ستيب، مره اشغل فيز واحد ومره اشغل فيزين. اشغل فيز واحد راح ينطبق عليه اللي هو زاويه صفر، بعدها اشغل 2 فيز اللي هو الواحد اثنين راح يصير بالمنتصف، بعدها اشغل فقط اثنين راح يصير هناك، بعدها اشغل 2 و3 راح يصير بالمنتصف، وهكذا الهالف ستيب. وبعدها 2 فيز اون، قلنا انه كل لحظه اشغل فيزين، وهكذا. هذه في حالة السنجل ستاك. بعدها نجي ناخذ الملتي ستاك. الملتي ستاك عندي هناك كان الروتر هذا جزء الستيتر وهذا الروتر. هنا الروتر والستيتر يتقسم الى مجموعه من الستاكس اللي هي نسميها الستاك او المجاميع. يعني هسه هذا الروتر كان عباره عن قطعه واحده وبها سلوتس اللي هو هذا مثل ما وضحنا هالشكل، هذا تكون عندي اقطاب بارزه هذا الروتر بس على طول الشفت، يعني على طول الشفت هذا المقطع العربي على طول الشفت انه تكون هذه الاقطاب بارزه. هنا انا راح يصير عباره عن اوكي نفس الشيء نفسها بالطريقه، لكن ايضا راح يصير عندي موجوده سلوتس بس راح يصير عندي مجاميع شلون بهالطريقه هذه، انه بدل ما يكون قطعه واحده وعندي سلوتس هنا راح يصير عندي 3 مجاميع، ستاك الاول ستاك الثاني ستاك اي وستاك بي وستاك سي. وكذلك ايضا الستيتر يكون عباره عن ستاك وكل ستاك يربط له فيز، هذا الستاك فيز اي وهذا الستاك فيز بي وهذا الستاك فيز سي، هذا بالنسبه للستيتر. بالنسبه للروتر عندي ايضا 3 ستاكس او اكثر، يعني لازم اقل شيء يكون 3 ستاكس. هو هذا النوع اللي هو نسميه ملتي ستاك فاريبل ريلكتنس ستيبر موتور. هذا النوع يقسم الالون، يعني يقسم الى مجموع الشيفت او الاكسس نسميه، يقسم بالنسبه للستيتر او الروتر يقسم الى مجموعه من الستاكس، وكل ستاكس انه انرجايز بالنسبه للستيتر تغذى بمصدر او ملف منفصل فيز كما في الشكل هذا بالنسبه للستيتر. هذا الروتر طبعا احنا اتفقنا انه تكون قطعة حديد مواد أو مصنوع من مواد موصلة جيدا مغناطيسيا. هذه إنه الستاك تكون معزولة عن بعضها مغناطيسيا، واحد عن الثاني، هذا معزول عن الآخر، كذلك معزول عن البي عن السي. وبالنسبة للروتر وبالنسبة للستيتر يقول هنا إنه العدد الستاكس والفيز يكون 7 فما فوق، يعني هذين 3 6 وهذا يعني اقل شيء مثلا بالنسبه لعدد الستاكس والفيز بالنسبه للستيتر عاده يفضل انه يكون 7 فما فوق. هذا بشكل اللي هو تفصيلي. هنا نفس الطريقه بس هنا شنو يختلف؟ من اعطي الفيز اي فقط الستاك اي راح نجيبه، إذا أعطيت للفيز بي ستاك بي راح نجيب منه، إذا أعطيت للفيز سي الستاك سي راح يجيب لنا، لأنه راح يشغل فقط ممكن فيز أي أو فيز بي بوحدة أو فيز سي وهكذا حسب السيكونس اللي أريده، فول ستيب هالف ستيب تو ستيب وهكذا. بس هنا أنا عندي هذا بالنسبة للستاك أي بمجموعة من السلوتس، الستاك بي أيضا مجموعة من السلوتس سلات، والستاك سي أيضا بمجموعة من السلوتس كما وضحيه بالشكل هذا الشكل. طبعا هذا المقطع العربي هذا او الطول نسميه هذا بهالشكل هذا منه، هذا بالنسبه للبولز مالت الستيتر هذه، هذا بالنسبه للروتر. هذا الستاك الاول من الجهه الاماميه، يعني اللي هو مثلا جاي لاحظه من هالجانب من الجانب هذا، من جاي لاحظه بهالشكل هذا جاي اشوف انه هذا الستاك بمجموعه من السلوتس، وايضا هذا اللي هو بالنسبه للروتر والستيتر جاي ابو عليك بالشكل هذا، هذه المجموعه الستاك اي جاي اشوفها من هذا الجانب.
عندي بالنسبة للروتر بالنسبة للستاك اللي هو هذا مثلا الروتر جاي اشوفه بالشكل هذا بمجموعة من اللي هو السلوتس، وايضا بالنسبة للستيتر بمجموعة من السلوتس. هذه السلوتس مال السلوتس مال الستيتر راح تكون بيناتها يعني مائلة او بيناتها زاوية فرق، يعني السلوتس هذه بمجموعة من السلوتس، السلوتس ما مقابل هذه، يعني هذه السلوتس ما مقابل هذه، وانما بيناتهم فرق زاوية معينة، الزاوية تعتمد على عدد الفيز اللي موجودة اللي هي واحد على n، او مثلا هنا انا حسب الزاوية هنا السلوتس بيناتهم 10 زاوية، يعني ستاك A السلوت اللي هي هنا السلوتس تفرق عن هذا وتفرق عن هذا بزاوية معينة. لما اشغل فيز A راح يدور المحرك بعدها فيز B السلوتس مالته يكون بزاوية معينة. فهذا نقول انه 3 فيز على المحرك 3 فيز، هذا الفيز A وفيز B وفيز C كذلك، 4 بول هذه 4 بول و12 تيث اللي هو 12 في كل ستاك، يعني 3 ستاك عندي، وانا عندي شنو بالنسبة للروتر عندي 3 ستاك، او بالنسبة بصورة عامة 3 ستاك اللي هو بالنسبة للروتر والستيتر. نقول ستاك يعني الستاك بالنسبة للروتر وبالنسبة للستيتر. فهذا ايضا نفس طريقة العمل، بس هنا انا ممكن اشغل فقط هذا الستاك، ممكن اشغل هذا وممكن اشغل هذا، او ممكن اشغل اثنين حسب طريقة العمل مالتي. يقول لنا المحرك انه لازم عدد التيث كله من الستيتر والروتر اللي هي هذه بالساوية حتى ينطبقوا وياه، هذا وياه راح يعتمد على مبدا التجاذب، هذا ويا هذا وهذا ويا هذا، لازم يكون عدد السلوتس بالبولز مالت الروتر والستيتر متساوية، يعني السلوتس اللي هي هنا والسلوت اللي هنا متساوية، ايضا هذه متساوية يعني للروتر والستيتر متساوية. المبدا العمل قلنا انه نفس مبدا عمل السنجل ستاك، انه كما في شكل 3 فيز 4 بول، وكل بول انه 12 تيث، 3 ستاك فاريبل ريلكتنس موتور فور 10 ستيب كلوك وايز، يعني يقول الستيب مالته هنا يدور 10 ستيب. عندي اي وبي سي، فراح مره اشغل فيز اي، من اشغل فيز اي انه الوايندنج از انرجايز ذا روتر تيث ويل موف تو الاين themselves with the stator. يقول انه من اشغل فيز A من اطلع فيز A هذه بها ملفات بالنسبة لسهاب الستاك A وهذا الروتر، هذه ملفات راح تصير مناطس، هذه مقابلة قطعة حديد راح تنجب بله او بيناتهم فرق زاوية مثل معين راح ينجب بله. فإذا شغلت هذا راح يصير عمل هنا فقط هنا اللي هو الستاك A راح ينجب اللي هو الستاك ماتل ستيتر هنا، يعني بهالشكل هذا راح ينطبق وياه. اذا شغلت الفيز اي ويا الروتر راح ينطبق وياه الستاك اي، اذا شغلت الفيز بي الروتر راح ينطبق وياه يعني الجزء اللي هو الستاك بي ماتل ستيتر راح ينطبق وياه الستاك بي ماتل الروتر. فهسه يقول انه من اشغل فيز اي الملفات راح تسوي انرجايزنج للروتر تيف راح بحيث انه تتحرك باتجاه الستيتر تيف، بعدها ممكن اطفي فيز اي اشغل فيز بي وهكذا نفس الطريقه، وايضا فيز سي وهكذا نفس الطريقه، اعتمد عليه نفس مبدا العمل، يعني اشغل هذا الفيز او هذا الفيز او هذا الفيز. هذا بالنسبة للنوع الأول اللي هو الفاريبل ريلكتنس، عندنا سنجل ستاك أو ملتي ستاك. بالنسبة للنوع الآخر اللي هو البيرمنت ماجنت ستيبر موتور، بيرمنت ماجنت هو هنا عبارة عن بدل ما تكون قطعة من المواد الموصلة مغناطيسيا أو قطعة من الحديد اللي هو نسميها الفاريبل ريلكتنس بالنسبة لهذه، يعني بالنوع الأول اللي هو الفاريبل ريلكتنس قلنا هذه البوس مات الستيتر بها ملفات، البوس مات الروتر عبارة عن مواد موصلة مغناطيسيا، فهذه قطعة حديد كأنه ما راح تنجب بهذا هنا مغناطيس راح تنجب له هنا. أنا بالنوع البيرمت ماجنت
هذه الأقطاب راح تكون أيضا عبارة عن مناطيس. إذا هنا N هنا S، إذا هنا S هنا N، فهنا راح يكون المبدأ العمل يختلف كأنما مناطيس ويا مناطيس. هذا الملف من أمر بتيار، دخول التيار راح يكون N وخروج التيار S، يعني صار مناطيس إذا مررت بتيار هذا القطب، هذا القطب اللي هو صار مناطيس، وهذا أيضا مناطيس، فراح يعتمد على مبدأ التجاور. بينما بالنوع الأول اللي هو شرحناه الباريبل ريلكتنس، لا، مغناطيس قطعة حديد، يا ملف أشغله قطعة الحديد تكون الأقرب إليه راح تنجذب له. البيرمت ماجنتيك قلنا لا، إنه عبارة عن تو مغناطيس كأنما. هذا النوع نقول إنه الكونستراكشن يقول يكون سنجل ستاك. فهنا عندنا التركيب مالت الثياتر نفس التركيب مالت الفاريبل ريلكتنس، ايضا عندي بولز وبيها عليها ملفات، بس الروتر هنا قلنا راح يكون عباره عن مغناطيس دائم. فهنا البير ماجنتيك بي مجموعه من الفيوتشرز المقارنه مع الفاريبل ريلكتنس. هالفيوتشرز اللي هي اول شيء هاي انرجي، عزم القصور الذاتي عالي، يعني العزم ما تكون عالي، ليش؟ لانه تجاذب مغناطيس ويا قطعة حديد، مو مثل تجاذب مغناطيس ويا مغناطيس. هسه إذا جربناها خلي مغناطيس ويا قطعة حديد، تجاذب حتى من أفصل أعزلهم أو أفصلهم راح يكون التجاذب أو القوة مالتهم أقل، بينما إذا كان مغناطيس N ويا S صار بيناتهم تجاذب، لأن إحنا نعرف الأقطاب المشابهة تصير تنافر، الأقطاب المختلفة راح يصير تجاذب، التجاذب من أريد أفصلهم راح يكون عزم قوي، أحتاج إلى عزم أعلى. فهنا هاي انرجيا بس راح يكون عندي لو اكسلريشن، تبارك دي اكسلريشن يعني التعجيل او التباطؤ، التسارع او التباطؤ راح يكون قليل. هنا الماكسيموم ستيب بلس راح يكون 300، عدد البلسات بالثانيه الوحده، كم بلس اقدر انطي للمحرك حتى يدور؟ هنا 300 بلس، بينما بالفاريبل ريلكتنس راح تكون عندي 1200 بلس. هنا بهذا النوع ايضا راح يكون عندي الستيب عالية، ممكن 30 أو 60 أو 90، تراوح بين 30 إلى 90، بينما بالبيرمت ماجنتيك راح تكون عندي إنه أقدر حتى أحصل على زاوية 1.8 ديجري بالنسبة للنوع اللي هو الباريبل ريلكتنس. كذلك أيضا إنه هذا النوع راح يكون عندي التورك مالته عالي، التورك بالنسبة للستيتر كارنت مقارنة بالنوع الآخر. هذا النوع اللي هو يكون عزم القصور الذاتي هاي يكون هاي انرجي، لذلك التورك راح يكون عالي، بينما الستيب مالته والبلسز مالته راح يكون عندي اقل من الفاريبل ريلكتنس. لذلك انه اذا ما احتاج عزم عالي احتاج بلسز دقه بالزاويه، وايضا احتاج انه الى ممكن احتاج البلس مالته تكون سريعه او احتاج هاي اكسلريشن استخدم الفاريبل ريلكتنس. المبدا العمل مالته راح نوضحها بالشكل، عندنا عندي تو فيز اي واي داشها مربوطه سويه، هذا الموجب مالت الفيز وهذا السالب وهذا البي، عندي فور بول تو فيز، وهنا عندي تو بول بالنسبه للستيتر. هنا انا العفو الروتر، الروتر راح يكون عباره عن مناطيس، يعني هذا ان هنا اس، اذا كان عندي اربعه راح يكون عندي ان اس ان اس وهكذا، يعني اذا كان عندي اربع اقطاب يكون ان اس ان اس، هنا عندي قطبين راح يكون ان اس. نفس هذا ممكن الشكل يكون بهالشكل، هذا سلوتس ممكن يكون بهالطريقة، هذه مثل هذا، يعني راح يكون عندي مثلا هنا N S N S، يعني المغناطيس هذه عبارة عن مغناطيس بدل قطعة حديد. هنا راح يكون عندي تو فيز، فيز A وفيز B. فهسه إذا شغلت الفيز A حسب قانون لينز، دخول التيار او الاتجاه الابهام، اتجاه الابهام قاعده كف اليمنى يشير الى اتجاه التيار، بينما اللي هي الاصابع راح تكون تشير الى اتجاه القوه الدافعه الكهربائيه، او نقول نقدر نقول ان دخول التيار راح يمثل لي ان المناطيس، خروج التيار اس، يعني هنا هذا دخول التيار بالنسبه لهذا الملف، نعد تو ملف بس مربوطات توالي، فهذا الملف
فهذا الملف دخول التيار هذا راح يكون هنا الان هنا الاس. يعني انا المقابيل البول مات الاستيتر هسه هذا الاستيتر عنده مناطيس ان اس اوكي هذا ان اس هنا انا عندي مناطيس يعني اصلا من بحيث هنا ان هنا اس اذا 4 ان اس ان اس اذا 6 وهكذا ان اس ان اس بحيث بالتسلسل. هنا هذا عندي ملفات اقطاب بارزه وملف عليه ملف. هنا أنا من امر التيار راح يصير عندي هذا عباره عن مناطيس. بس قلنا المناطيس دخول التيار هنا يمثل لي ان وهنا اس. وذاك النوع ما كان عندي يفرق ليش كانت عندي هذا قطعه حديده فهي القطعه الحديده تنجذب للان او الاس ماكو مشكله. بس هنا أنا يهمني انه وين الان وين الاس. هسه هنا هذا دخول التيار هذا ان هذا اس. هنا أنا دخول التيار بالنسبه لهذا الملف هنا الان وهنا الاس. فهنا أنا بالمقدمة بهذا القطب راح يكون هنا ان وهنا راح يكون اس. ايش راح اسوي هنا؟ انا راح يهمني اتجاه التيار ويهمني انه القطبيه مالت المغناطيس انه وين الان وين الاس. لانه هنا اذا ان وي اس اس وي ان العفو هنا راح يكون تجاذب. اذا كانت هنا مثلا طيته بالعكس هذا السالب هذا الموجب فراح يكون هنا الان وهنا الاس فراح يكون تنافر. فهذه انتبه لها الخطوه. يعني عندي هذه ملفتين ايش راح اسوي بالبدايه؟ اول شيء راح انطي هنا السايكل A و B والبوزيشن راح انطي الفيز A انطي موجب. هنا هذه الفيز A بدايته هنا هذا موجب وهنا خروجه مع التسالب. هنا اول شيء راح انطي انه يقول انطي للتيار الـ IA موجب بحيث انه راح يصير عندي الساوث بول بالنسبه هذا الساوث بول بالنسبه للستيتر راح ينجذب ويا النورث بول بالنسبه للروتر. وهنا ايضا الساوث بول بالنسبه للروتر ينجذب ويا النورث بول بالنسبه للستيتر. حطيت الموجب هنا والسالب هنا. اذا الموجب هنا هذا دخول تي راح يكون هنا عباره عن ان وهنا اس. فان ويا اس ينجذب وهنا اس بالعكس هنا صار هنا دخول تي هنا هنا نخرج التيار هنا اس. فصار عندي هنا اس ويا الان وهنا اس ويا الان فتجاذب عندي صار عندي تجاذب. صار عندي هذا البوزيشن لما نطيت فيز اي موجب. بعدها حاليا صار بهالشكل. اذا اريد ادوره باتجاه معكس عقارب الساعه اللي راح اسوي هسه راح اسوي انطي هذا الفيز بي مربوط ويا هذا. اريد هذا يجي هنا الان كانت هنا راح اريدها تجي هنا. ايش راح اسوي؟ راح طبعا بعد ما اطفي الفيز اي اشغل الفيز بي راح انطي الموجب هنا والسالب هنا. اذا الموجب هنا راح يكون عندي هنا شنو؟ ان وهنا اس. وهنا ايش راح يكون عندي؟ هنا ان وهنا اس. اذا هنا صار عندي اس. اذا هذه الان راح تنجذب لهذا الاس. بالاتجاه الاخر ايش راح يصير عندي؟ راح يصير عندي هنا الان. فهذا الان ويا الان تنافر اصلا ما راح ينجذب له. فراح تجي هذا الاس تنجذب له لانه هذا الان تنجذب للاس فراح يصير عندي بهالشكل هذا. ننطي للفيز بي بالحاله الثانيه. الفيز بي راح يكون عندي وما انه قلنا ملف دخول التيار راح يكون عندي ان هنا الان وهنا الاس. هنا انا دخول التيار ان بس فصار عندي هنا اس وهنا ان. الاس وما انه صار اس الان راح يجي ينجذب للاس. والاس هنا راح ينجذب للان فصار بهالشكل هذا دار باتجاه معاكس العقارب الساعه. بعد ايش اسوي؟ اريد هذا يجي هنا. هذا ان لازم اخلي هذا اس هنا. ايش راح اسوي؟ اعكس التيار بدل ما انطيت الاي هنا موجب وهنا سالب راح انطي هنا الموجب وهنا السالب. لاحظ انه راح انطي هنا موجب وهنا سالب بالنسبه للفيز اي. فلما انطيت موجب هنا صارت الان مكان الثلاثه الان وهنا الاس. وهنا ايش راح يصير عندي؟ هنا الان وهنا الاس. عندي ها انا اصلا هذه الحاله الخطوه اللي قبلها هالشكل هذا. فاريد اكمل الدوره مالتي الان يجي هنا والاس يجي هنا. ايش راح اسوي؟ خلي هنا اس. شلون اخلي اس هنا؟ لازم هنا ان دخول التيار. دخول التيار فدخول التيار راح اخلي هنا الاي موجب وهنا سالب عكس الحاله الاولى كان خليت هنا الاي موجب
نونة سالب، فعكست هي صار كأنما تيار سالب على الملف A، فصار عندي هنا S جيباب ويا لأن هذا الآن جيباب هنا والS جيباب هنا بهالشكل هذا، بعدها صار بهالشكل أريد أكمل، إيش راح أنطي؟ أنطي هنا موجب وهنا سالب، عكس الحالة الثانية هنا الموجب وهنا السالب، لا هنا راح أحط هنا الموجب وهنا السالب، من أنطي الموجب هنا، هنا صار N وهنا S، فالأنها الان هذا راح نجيبه بويا الاس وهنا بالعكس الاس نجيبه بويا الان بهالشكل هذا، وهنا موضح انه بكل بس هنا شنو راح يدور عندي هذه زاويه 90 90 اذا اختاريت 4 راح يصير عندي يدور، وهنا انا راح لازم ما مستويات اذا انا خليتهم 6 وهنا 4 لانه قلنا عدد البوص بالنسبه للستيتر والروتر لازم ما مستويه، وراح راح يكون عندي في الحاله راح يكون عندي الزاوية يمكن 30 أو 45 حسب. فشرحت هذا لما نعطي الفيز A بعدها نعطي الفيز B موجب بعدها نعطي الفيز A سالب راح يكون 180 وهكذا أكمل، يعني A موجب B موجب A سالب B سالب A موجب وهكذا بالنسبة للأنتي كلوكس واي أنتي كلوك وايز روتيشن، إذا الكلوك بالعكس راح يكون هنا طيت A موجب راح نعطي بي سالب اي سالب بي موجب اي موجب، يعني اذا قلنا هذا الربط نفسه او شيء خلينا نكمل الكلوك وايز الكاونتر كلوك وايز بالعكس، يعني طيت الاي موجب طيت الاي والبي طفيته زاويه صفر بس الاي موجب، بعدها انطيت للبي موجب والاي طفيته، بعدها انطيت للاي سالب والبي طفيته، بعدها انطيت للبي سالب وهكذا 90 90 قلنا انه هذا بالنسبه لل الانتي كلوك وايز باتجاه معاكس اقارب ساعة، اذا باتجاه اقارب ساعة الحالة الاولى نفسها، الحالة الثانية اريد هذا هنا ينجذب هذا هنا، ايش راح اسوي؟ هذا الفيز بي انطي الموجب هنا حتى يكون هنا عين وهنا اس، من يكون هنا عين وهنا اس يعني بالعكس عكس هذه الحالة، هذه الحالة طيب في العكس انطي الموجب راح يكون هنا العين وهنا اس، فهذه العين ويا الاس هنا بالعكس راح يكون عندي اس ويا العين وهكذا اكمل. هذا بالنسبة هنا أيضا جاء أوضح أنه مرة أعطيت الفيز A موجب والفيز B صفر، بعدها أعطيت الفيز B والفيز A صفر، عكس هنا والفيز A أعطيته سالب والفيز B صفر، لو عكس الفيز B سالب والفيز A صفر وهكذا. هذا بالنسبة ممكن أعطيك هنا أنا أربع أقطاب هذا تأخذونه واجب، هذه الحالة أعطيكم إياها بس بالنسبة للبيرمنت ماجنتيك يعني مغناطيس الدائم هذه الحالة اللي هو أربع أقطاب للروتر وثلاث أقطاب أو يعني 3 فيز لأنه أو 6 بول بالنسبة للستيتر، هذا المثال طبقونه بالنسبة للبي إم تيبر موتور، هذا هوم وورك. بعدها نجي للنوع الأخير اللي هو الهايبرد، الهايبرد يكون تركيب الستيتر نفس الكونستراكشن للفاريبل ريلكتنس ستيبر موتور قلنا اللي هو نفسه بالنسبه للبيرمت ماجنتيك او للبي ام، اللي هنا الروتر راح يختلف، الروتر راح يكون خليط او من اسمه هايبر راح يجمع كل نوعين اللي هو الفاريبل ريلكتنس يعني القطع العديد او المواد الموصله مغناطيسيا وهي المغناطيس الدائم، هذا راح يكون انه بالمنتصف يكون مغناطيس دائم وعلى الاطراف راح يكون عندي سوفت ايرون بولز. هنا يقول الروتر بولز كونكت بحيث انه هو النورث جهه والساوف جهه، هسه راح نوضحها بالشكل، هذا الهدف مالته انه راح المبدا العمل مالته الهايبر نفس البي ام سيبر موتور، بس هنا حتى ياخذ الكاركترستيك مالت النوعين من ناحيه العزم يبي مغناطيس دائم يكون العزم عالي، ومن ناحيه الاكسلريشن وكذلك انه الستيب يكون ياخذ نوع الفاريبل ريلكتنس، بس هذا النوع يكون فيري اكسبنسيف مقارنه مع اللي هو الفاريبل ريلكتنس تيبر موتور. هذا النوع بهالشكل التركيب مالته. عندي المقطع الطولي والعربي، هذا المقطع انه المغناطيس هنا راح يكون يعني هذا بهالشكل هذا من ابو علي من هالاتجاه راح اشوف عندي بولز هذه الاقطاب مالتها N وهنا بهذه الجهه S، هذا بالنسبه للستيتر ملفات مالته ثابته، هنا يحتوي على مواد موصله
وايضا يحتوي على مناطق هذه بالاطراف اللي هي هذه الجزء البارز من القطب. هسه هذا قطب، عندي هذا قطب، وهذا يعني هذا قطب وهذا قطب وهذا قطب بهالشكل هذا. الطرف الامامي منا بالمركز مالته بالمنتصف راح يكون هنا العين، هنا هذا مواد سوفت اللي هي مواد موصله مناطيسيا، كذلك هنا بهاي الجهه. من الطرف الاخر ايضا يعني هنا هذا الاعلى راح يكون مواد موصله، وهنا بالمنتصف راح يكون عندي عباره عن اللي هو المناطيس دام اما ان اما اس. هذا التركيب مالته. راح ناخذ حساب الستيب انجل. انا عندي الزاويه، هذا المحرك يدور زاويه بهالشكل هذا، ممكن 30 30 او 60 60 او 90 حسب الى ان يكمل دوره كامله، وممكن اذا استمرت الستيبس يرجع يكمل دورتين ثلاثه وهكذا. والسرعه تعتمد على الفريكونسي اللي انطي بي الستيب او البلسات. هنا أنا نقول انه شلون احسب الزاويه بالنسبه للستيبر موتور اللي هي نسميه الستيب انجل، البيتا، الزاويه اللي يتحرك فيها الموتور، الخطوه كم خطوه راح يدور او الخطوه مقدار الخطوه. طبعا انه عندي ستاندرز، عندي بعض الستيبر موتور ممكن يدور بزاويه 0.72 يعني الدوره الكامله هي 360، ممكن يدور 0.72 يعني الدقه مالته كلش يعني صغيره او كل جيده يعني 0.72، او ممكن اقل زاويه واكبر زاويه ممكن يوصلها اللي هي 90، يعني يا اما يدور ستيب 0.7 اقل من واحد، يعني يحتاج اذا لو قلنا واحد يحتاج ل 360 ستيب حتى يكمل دوره كامله، واذا 90 يحتاج لاربع خطوات حتى يكمل دوره كامله حسب الستيب. وعندي ستاندرز اللي هو المعروف 1.8 الزاويه، 2.5 7.5 15 30 وهكذا. اريد احسب الزاويه. طبعا هنا انا شنو عندي؟ عندي بولس للستيتر وعندي بولس للروتر. كل بولس موجوده بها تيث اللي هي الاسنان اللي هي هذه، هاي تمثل كم تيث عندي. او بعض الروتر هنا هذا نفس البول باسنان باكثر من سن، يعني هذا البول عندي اربع بس كل واحد بمجموعه من التيث. هنا أنا الستيب تعتمد على التيث. ايش راح اقول؟ القانون مالته عندي ان اس يعني اسنان البولس مالت الستيتر، وان ار اسنان البولس مالت الروتر. فالبيتا الزاويه راح يكون ان اس ناقص ان ار على ان اس في ان ار في 360 اللي هي الزاويه. او قانون اخر اللي هو 360 على نمبر اوف ستيتر فيز في نمبر اوف روتر تيث. هذه اللي هي زاوية اللي هي ستيب انجل. بعدها ممكن احسب الريزوليوشن. الريزوليوشن اللي هي كم ستيب احتاج، عدد الستيبس اللي احتاجها حتى اكمل دورة كاملة اللي هي الاوميجا. فالريزوليوشن راح يكون عدد الستيب يعني البيتا او تلف او اللي هي كم ستيب احتاج كم بيتا. فالريزوليوشن راح يكون عندي تمثل لي نمبر اوف ستيبس بالريفوليوشن، راح تكون عندي 360 اللي هي الدورة الكاملة عدد على عدد الستيب. مثلا عندي محرك جاي يدور عندي بزاوية 90، راح اقول 360 على 90 معناتها عندي اربع دورات راح يحتاج المحرك حتى اربع خطوات اللي هي اربع ستيبس اربع زوايا راح يدورهن حتى يوصل دورة كاملة واحدة. راح اقول اللي هي 360 على بيتا. مثلا اذا كانت الزاوية 10 راح يحتاج الى 36 ستيب يلا يكمل دوره كامله. هذا بالنسبه للريزوليوشن. زين عندي انه البلس فريكونسي او نسميها عدد كم ستيب بالثانيه الوحده، او نسميها الموتور شيفت سبيد. فالان راح يكون عندي البيتا الفريكونسي على 360، هذا يسميها البلس فريكونسي ريزولوشن. انه اذا كانت السرعه مالت المحرك ممكن يدور بسرعه عاليه، مش مو عاليه جدا وانما عاليه مو ستيب خطوات بطيء. اذا كانت الستيب مالت يعني من اطلي فيز اي اطفيها اطلي فيز يكون سريعه جدا، هنا احتاج كاونتر او مثلا عن طريق البلس موديشن للاردوينو او اي متحكم يكون عاليه السرعه مالته. فيعتمد على السرعه الفريكونسي. البيتا
في اف على 360 نسميها راديان بير سكند او البلس فريكوانسي ريزولوشن اللي هي الستيب فريكوانسي. راح ناخذ هنا مجموعه من الامثله. يقول هنا هايبرد في ار ستيبل موتور يملك 8 بولز للستيتر، وهذه 8 بتحتوي على 5، يعني كل واحد من هذه الاقطاب يحتوي على 5 اسنان. ايش راح يكون عندي عدد النمبر اوف تي في كل 8 في 5 لان اس 8 في 5 يعني يقول عندي 8 اقطاب، من هذه الاقطاب 8 وكل قطب يحتوي على 5 اسنان. ايش راح اقول عندي عدد الاسنان الكلي لان اس 8 في 5 40. الان ار هنا يقول عندي 50 تيث بالنسبه للروتر. احسب ستيبك انجل زاويه، ايش راح اقول البيتا ان اس اللي هي 50 العفو هنا طبعا القانون ياهو الاكبر الان اس لو ان ار، اذا كان عندي اسنان الروتر اكبر من اسنان الستيتر اللي هي سنه 50 ناقص 40، ايش راح اقول بالعكس القانون ما راح يصير عندي ان ار ناقص ان اس، واذا كانت عندي ان اس اكبر من ان ار راح يكون عندي ان اس ناقص ان ار، يعني بالعكس. فهنا البيتا راح يكون عندي 50 ناقص 40 ان ار ناقص ان اس في 360 على حاصل ضربهم، 50 في 40 راح يعطيني 1.8. المثال الثاني يقول هنا نعطيني الزاويه الستيب انجل اللي هي 2.5. يقول اريد الريزولوشن واريد عدد الستيب المطلوبه بحيث انه المحرك يدور 25 ريفوليوشن، ويقول بعدها اريد السرعه عشان الفريكونسي 3600 بولز بير سكند. ريزولوشن احنا عندنا قلنا الريزولوشن تمثل لي 360 على بيتا حسب قانونها اللي هو هذا القانون ريزولوشن 360 على بيتا، البيتا معطيني اياها 2.5 ف 360 على 2.5 اعطاني 144 ستيب بير ريفوليوشن، هذه عدد الستيب حتى يدور دوره كامله لانه 2.5 2.5 فيحتاج 144 مره ستيب حتى يكمل دوره كامله. بعدها يقول ستيب بير ريفوليوشن هي 144، يريد انه عندي عدد الستيب بحيث كم ستيب بحيث المحرك يدور 25 دوره. احنا طلعنا الستيب اللي هي 144 دوره واحده، يبقى يريد عدد الستيب 25 دوره، ايش راح اقول؟ 144 في 25 لانه 144 مال دوره واحده، هو يريد عدد الستيب اذا كان عندي 25 دوره، فراح اضرب 144 في 25 اللي هي 3600. بعدها يريد السرعه للشيفت، شيفت سبيد، اذا كان عندي الفريكونسي 3600 بلس بير سكند، يعني 3600 بلس بالثانيه الواحده، يعني ينطي بلس مرة A مرة B مرة C وهكذا بالثانية الوحدة. ايش راح يكون عندي الآن؟ يساوينا البيتا اللي هي زاوية اللي هي 2.5 في الفريكونسي اللي هو 3600 على 360 راح يعطيني 25 راديان بير سكن، يعني يدور 25 دورة بالثانية الوحدة، يعني سرعة مالته قليلة جدا مقارنة بالاندكشن 1500 أو المحركات 3000 أو 4000 أو 5000، يعني حسب السرعة مالته. فهذه السرعة مالته قليلة. وهذا أيضا مثال آخر أنه عندي 3 ستاك 16 تيث variable reluctance زاوية step angle 360 على N S في NR. قلنا أنه القانون مالتي إذا كان عندي عدد الستاك أو الفيز لم أسمى في اللي عدد الفيز أو الستاك، ايش راح يكون 3600 على ان اس في الان ار؟ الان ار 16 في 3 صار عندي هنا 7.5. هنا ايضا عندي مثال اخر انه معطيني 3 فيز 24 بول، فيريد الزاويه 360 على 3 في 24 اعطاني 5 بير ستيب، يعني 5 خطوات. هذه يعني قوانين بسيطه، يمكن القوانين يعني اجيب مثال هيك او اجيبه انه هذا المثال اعطيك عدد الاقطاب والفيز واقول لك انه اريد هالف ستيب او فل ستيب وهكذا. هذا محاضرتنا كل ما يتعلق بال
ستيبر موتور، عندنا ثلاث انواع اساسيه، واخذنا مبدا العمل واخذنا طريقه الاوبريشن مالته حسب الموتور.